مرحبا بكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات في حصة جديدة من حصص الدعم المقدمة في إطار سلسلة الدروس عن بعد. في هذه الحصة نقترح عليكم الاشتغال على صيغة سؤال فلسفي، وكما تعلمون أن السؤال الفلسفي يحظى بمكانة خاصة نظرا لمتطلباته المنهجية، وبالتالي ستكون هذه الحصة محاولة مناقشة وتحليل خصائص المنهجية للسؤال الفلسفي من خلال الاشتغال على نموذج تطبيقي. هذا النموذج التطبيقي مقتطف من الامتحان الوطني الموحد لسنة 2016، على الرغم من أن السؤال الذي سوف ترون بعد قليل أنه يخص شعبة العلوم الإنسانية، إلا أننا رأينا أثناء الاشتغال عليه أن نروم البساطة والوضوح لكي يكون مفيداً لجميع الشعب. لكي يكون مفيداً لجميع الشعب. إذن صيغة السؤال الفلسفي التي أقترح اليوم سوف نشتغل عليها من خلال تقسيم الحصة إلى لحظتين أساسيتين. في هذه اللحظة وفي هذه الحصة تحديداً سوف نناقش خصوصية السؤال الفلسفي وما ينبغي وما المطلوب منك عزيزي التلميذ أثناء اجتياز الامتحان، وبالتحديد أثناء لحظة المسودة، على أن تقوم بكتابة موضوع إنشائي فلسفي وتقوم بتصحيحه معي في الحصة المقبلة أثناء التطبيق على النموذج. إذن السؤال الذي أقترحه هو: ما دور التجربة في بناء النظرية العلمية؟ ولكن قبل ذلك عزيزي التلميذ، لابد أن تنتبه جيدا وأنت في لحظة اجتياز الامتحان الوطني الموحد في مادة الفلسفة أن تقف لحظة اكتشاف وتأمل مع ذاتك. تحاول في هذه اللحظة أن تقرأ الوضعيات الاختبارية المتعددة التي يضعك أمامها الامتحان، وأن تتأمل في كل موضوع على حدة: وضعية موضوع السؤال، القول الفلسفية، والسؤال والنص الفلسفي، وأن تختار ما يتناسب مع قدراتك المعرفية والمنهجية والفكرية، وأن تتحرى الدقة اللازمة أثناء اختيارك لوضعية من بين الوضعيات حسب رصيدك المعرفي والمنهجي. إذن بعد أن تأملت وجدت أنك تستطيع أن تجتاز الامتحان وأن تكتب موضوعا إنشائيا متكاملا داخل السؤال الفلسفي، وهذا السؤال الفلسفي الذي اخترت هو يتعلق بما دور التجربة في بناء النظرية العلمية. إذن ما المطلوب؟ لابد أن تكون عزيزي التلميذ منهجيا في اشتغالك على هذا السؤال، وأن تقسم لحظة اشتغالك عليه إلى لحظتين أساسيتين. اللحظة الأولى تكون على مستوى المسودة، فتطرح أسئلة على هذه الوضعية الاختبارية أو الدعامة الفلسفية التي أنت مقبل على كتابة موضوع إنشائي فيها، أن تطرح أسئلة تسهل عليك الفهم والتأطير وتحديد مسار تحليلك ومناقشتك. إذن الأسئلة التي من المفترض أن تطرحها وهي تبقى للاستئناس فقط، أقول كأن تقول: ماذا قيل في هذا السياق؟ وكيف قيل؟ ولماذا قيل؟ هذه الأسئلة عزيزي التلميذ ستيسر عليك كما قلت الفهم والاستيعاب، ثم تحديد مسار المناقشة والتحليل. فحين تطرح سؤال ماذا قيل، فأنت هنا تكون تستهدف إبراز ملامح الأطروحة التي ستفترض كجواب على هذا السؤال. ثم حينما تتساءل عن كيف قيل، فإنك في تلك اللحظة تحاول أن تفكك بنية السؤال الفلسفي وتتساءل عن الدور الذي لعبته أداة الاستفهام وعن وظيفة المفاهيم ودلالتها التي ينبغي أن ترومها.
كذلك تبدأ في التفكير في البناء الحجاجي الذي ينبغي أن تسند به أطروحتك التي اعتقدت أنها مفيدة للإجابة على السؤال الفلسفي. إذن نستنتج من هذه اللحظة أثناء المسودة أن العمل، أن طرح هذه الأسئلة والتأمل فيها سوف يفيدك في افتراض الأطروحة، تحليل الأطروحة المفترضة بناء على المفاهيم والحجاج، وأيضا تحديد مسار المناقشة. إذن تحديد مسار المناقشة، لأنك حينما طرحت سؤال لماذا قيل، فأنت هنا حاولت أن تبرز الرهان الذي دفع صاحب السؤال إلى طرح ذلك السؤال، بمعنى أنك تضع ذلك السؤال في سياق تاريخ الفلسفة، فتسأل عن قيمة التجربة وتبدأ تفكر